الاثنين طروني تحت يلا. استاذ سيمون لك يلا خلصني منك إله يلا ساعة. مرحبا حازم. أهلين عن سيمينة. ناديت لك حازم باسمك ورفعت التكلفة، يا ريت تنادي لي باسمي بس. ماشي. إن شاء الله تكون انبسطت امبارح. من شوي كانوا عم يركبوا كاميرات، خفت يكون حدا ضايقك منهم. لا بالعكس تماما، اصلا انا كنت واقف معهم. بصراحة أنا محرجة منك ومن الجيران، خايفة تفكروني أنا خايفة على حالي، بس في واحد عم يضايقني كثير. لا يا سميرة، ما بصير تحكي هاد الحكي، إذا أنت مو خايفة على حالك، كلياتنا لازم نخاف عليكي. ولا نسيتي انك انت نجمتنا وواجبنا نحطك بعيوننا. شكرا كثير لك. شكرا. وهيك تركت كلية الطب اللي حب بابا يورثني اياها، وانت قلت المهنة اللي بحبها كثير وانا واثق اني حاثبت حالي فيها. هلا تركت الطب لتكون صحفي؟ أن تكون كما تريد أنت خير لك من أن تكون كما يريده لك الآخرون. شو هي بقى، حكمة ولا قول مأسور؟ هلا هي الحقيقة، حتى لو كانت صعبة على الآخرين. طيب شو كان موقف والدك منها؟ تقبل الموضوع شجعني حقي ذاتي، وهون كان علي حدد اتجاهي. انتقلت من مجلة لمجلة حتى صرت مدير تحرير مجلة إيفا اللي مستلمتها الست علي. إذا بدك واسطة مع علي أنا جاهزة. الأستاذ علي أنا بحبه كتير. لأنه إنسانة عصامية وشخصية قوية وفريدة، قدرت تحول مجلة عدد قراءة محدود لمجلة قراءة بينتظروا صدورها بفارغ الصبر. هلا هي صحيح عندها مشكلة مع جنس آدم، بس الحقيقة هي إنسانة مثقفة كتير وبتعرف شو بدها. وأنا؟ أنت أحلى وأرق صديقة بالعالم. تعرف؟ أنا ما بجي كتير على الشام القديم. بتعرفي إن الشام القديم صارت أحلى. أنا كنت فيه.